والله ذا الاسفنجة ما شاء الله اسفنج طبيعي بأغلى الأثمان هذا يباع يا جماعة. لو حصل شركة تستثمر في مجال الاسفنج الطبيعي أحسن من الاسفنج الصناعي بألف مرة. كمية سبحان الله هائلة. هذا مرمي برا، كيف لو نزلوا داخل؟ سبحان الله. أحب يقولون شو الاسفنجي هذا، نبات ولا لا؟ الاسفنجي هذا حيوان، وفصيلة الاسفنجيات هذه فيها يمكن أكثر من 6000 نوع من الاسفنج، ما هو حتى وممتاز للبحر، يصفي البحر، تلاقيه ياخذ طن عشان يطلع منه جرام أكل، يتغذى على البكتيريا والفطريات، يدخل في كثير من الصناعات خاصة في صناعة المضادات الحيوية للبكتيريا المقاومة، في طلا، في أشياء له استخدامات كثيرة جدا. أكثر بلد في العالم تصديرا للإسفنج اللي هو تونس من البحر الأبيض المتوسط. البحر الأبيض المتوسط مشهور أنه في كمية كبيرة من الإسفنج، وهو كائن حي جنسي لا جنسي تكاثر، مهم في السلسلة الغذائية، يقولون أنه أساس الكائنات الحية الموجودة في الكون لأنه بدائي. وطريقة تغذية أنه يأخذ اللي في البحر يصفيه ويأكله وينمو ويتكاثر، ولذلك هو مخلوق كائن حي اعتمدت تغذيته على البكتيريا والفطريات الموجودة.